قلبك طلع وارمي هم الدنيا وسلم دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته تطلب دلع البنوته دلع قول لها اللي في قلبك طلع وارمي هم الدنيا وسلم دي اللي بتهنن وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فلح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. وعلى راي المثل يا بت، العيط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. وانت اساسا متطلقة منه بالتلاتة، مش رامي عليك يمين الطلاق بالتلاتة؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفة منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو اللي عندك، خالصين.
يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انالها محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي والوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انت ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لاكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي، عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. سلام عليك يا حاجه. عليكم السلام يا ابني. مالك يما، تعبانه ولا حاجه؟ لا الحمد لله نحمده. طب اقول لك ايه، ما شفتيش ابله هاجر؟ اشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشيه النهارده ولا ما عندهاش؟ انا ست غلبان بكنس وامسح، ايش فاهمنا انت؟ ياما كلنا غلابه، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انت ايه انت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص ياما، ولا حريمي ولا رجالي. السلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابله هاجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي، امي ما ينفعش حد يديها الحقنه لابله هاجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابله هاجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها. دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما تثبتش، وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا دلوقتي شوك ابني، ولا شوك تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خال. اهدى اهدى، في اكل. يا نهار اسوخ يا ده المرار الطافح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امي لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده، عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملت ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين. خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هيدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عاجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي، انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير، ما تلخ. بقول لك ايه، اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا كوريا غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك اسمع، تعالى هنا. ايوه يا سندس. تعالى هنا، خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه، قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي، شوف بيضه شعرها طويل ان شاء الله. هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. اه
Wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay. No problem. Sorry. It's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay. You collect your check. And I will leave the diamond to make it a ring. Okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service, and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ما عندهاش موبايل. في حد في مصر ما عندوش موبايل. بتقول بعته. وانا ما فيش حاجة تعملها قبل نقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا. وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زبالة. زبالة. طول عمره يضربها ويبهدلها. وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ اه اي وسيلة اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي، انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي، عايز اعرف هي عايشه ازاي، ظروفها ايه، بتعمل ايه، محتاجه لايه. انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش، ما عندكش بنت، بكره ما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم، ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه. حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط. I am so happy. قضيه كبيره قوي يا ابو طالب بيه، مش صغيره زي ما حضرتك متخيل، وللاسف ما فيهاش اي ثغره قانونيه. انا معظم الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، انا بعملها كصديق للعيله، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجيه، مش محامي. ده على اساس انك حليت المشكله وانت محامي عشان تحلها وانت صديق. يا اخي يا اخي ارحمني، اسكت بقى شويه. يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه، شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده؟ يا عم شكري، يا عم شكري، ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليا انا يا هيما؟ انا شكري الصعيدي، لسطى شكري الصعيدي. اي نعم جاي هنا على الكبر، بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي. والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيما، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم. عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها تلت التلاته كام. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نجرجه يا ابن الناس. بقول لك ايه؟ انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ. احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي. واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخده بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس. وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري، يا عم شكري، أنا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة وأخوة. دي ست فاضلة، فاضلة والله العظيم. يعني ده دي في مقام خالتي بالظبط، وأنتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب أنا أعيش إزاي معاكم يا عم شكري وأنتوا دماغكم كلها كده؟ أنا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا أنا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك إيه؟ قوم. قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعة عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافية. لا فوتك بعافية ايه، انت حسبني هنا، انا زهقت من ام الاوضة دي، خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعال معايا. بالراحة بالراحة يا شكر، بالراحة. في ايه؟ حاضر يا حبيبي، تعال معايا. انا حاسة ان انا عايشة في حلم طويل ما بيخلصش. ولا حلم ايه؟ ده كابوس ومش قادرة اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفترة دي هتعدي وهتنسيها. أقولك على حاجة، هنقعد أنا وإنتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. أنا زهقت يا دينا، زهقت قوي.
مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه، انا الزهق هيموتني، انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين، انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقولك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي، يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي، بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس، بقول لك زهقت اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهم ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعملهولك اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه ما عندنا شخص نسوان تشتغل، استنى ما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجه دي يعني، انا يعني بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقي هالبني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم ده مؤاخذة في الكلمة، رد السلام، ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ انا كنت قاعد في المحل، جاني شوية لحمة جاموسي صغير شباب، طمنت ان الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزة عشان يستاهلوا بقك الحلو الصغنطط ده. لحمة ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجة منك يا أبلة. الله انا بشتري الجيرة عشان ما حدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه، غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. سد سد انا جبت لك اللحمه. ايه تعمل ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا ما تغور يا سندس. احنا من امتى بناخد لحمه من الناس؟ نعمل شوربه علشان الواد سعد يجح عضمه ويرم. يوه روحي بعيد عني بقى. هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني. يعني ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضايا اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكننه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكو. هديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، اللي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز مزاز بيئة. والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئة بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب؟ يا ولا مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده. هو اسمع كلام امي يا ابني انت بس عسبنا. يلا ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا اروح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا يما انزلي بقى يما يما يلا انزلي بقى. ايه ولا اسكتي يا ولا. سلام يما سلام يما. عايز ايه يا ولا؟ يلا يما اتكل على الله. خد يا ابني مرضي. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة، يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده والجرح لسه مفتوح. خنقت من قعده البيت. خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا، انت تأمرني يا صاحبي. ادي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق؟ بروح خالتك كده على الصبح.
ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي. انا بضحك على نفسي، اللي جوه غير اللي بره. فرح اخت ودان ده كان فرح شؤم. سلومه مسك البت نوال اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت. وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي؟ يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده؟ يا صاحبي ده؟ كوريا قلقتني من ايدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه؟ ثبتها وانت سيد مثبت الحريم. لا شكلها المره دي بقى حسوك، وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو اتجوزتها هنخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا، انا ههج من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي؟ فكك يا سوكا من جو مصر يا امي، وما شربتش منيله والكلام لهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيه؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10,000 جنيه، وابو 10,000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون، غير ابو مليار، كل واحد بيشوف بلد غير التاني، مصر مش حاجة واحدة بس يا سوكا، مصر حاجات كتيرة قوي على حسب اللي في جيبك، ومن الآخر كده يا صاحبي مفيش حاجة اسمها جنسية، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحدة بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكلي انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شويه الاقيكي نطلي في حته. انا مش محبوسه، انا جايه هنا اصلا عشان ما بقاش محبوسه. بشوقك. انت هتفضلي واقفه لي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فاهم مكفين. الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوكه؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع عمت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 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 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه؟ لا بقى ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل، انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. في ايه؟ يا اخي حل وسطك يا بعيده. انت ايه؟ حتى المحل كمان انت معانا فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادبك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه. تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك. ارقعي بالصوت الحقيني فرجي عليه امك لا اله الا الله. بلاش. عندك شبشبك، نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقساتك وانت ماشيه اللي بتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. وبقول لك ايه؟ حوار المحل ده تنسيه من مخك خالص، ده محلك لعيش ياما. ده انت صايب الصوره اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. مساء النور. ايه؟ فينك مش باينه؟ انا موجوده، بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره، مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه انت كنت عايز تقعد معايا؟ بصراحة طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت الأستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بالريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا حاج؟ شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا كينج. مساء الخير يا عم الأمور. هو في حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا والله رحت أشتري علبة سجاير
واديت الراجل 100 جنيه ببص في جيبي ما تلاقيتش الباقي فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجه يعني. ماشي يا نجم ربنا عطرك فيهم بس بيدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الارض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع وعلى المهم حصل خير اشوفه الشوكو سانكس. هي كان اسمها ايه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة. هي مين؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. أنا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجة بس علشان أبقى مبسوطة كنت هنفس فورا. إيه اللي أنا عملته غلط يا سارة؟ إيه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجولة؟ أنا قدامك أهو يا سارة، فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وأنا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة. بجد هي اللي خسرانة مش أنت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي. حياتي ملهاش أي طعم من غيرها. تخيلي؟ لو رجعت أنا مستعد أنسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبلة؟ ما تستهلكش. أنا إن كان عليا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن جواز وأنت بصراحة ربنا وما تأخذنيش يعني ما تتضمنيش. حتى أنت برضو يا خالتي الله يسامحك. إيه ده؟ ده أنا أقول إيه؟ أما وريتك يا كوريا الكلبة أنت وسلومة أنا نوالة بقى فرجة الحتة. طب والعمل إيه يا خالتي؟ هنهبب إيه في أم اللي أنا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بت رغم انك انت كده وكده يعني بس سبحان الله ربنا مسهلها لك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال أنت تذكرين أنني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا أختي إيه؟ أنت إيه؟ شيطانة يا خرابي؟ مفيش حاجة ما بيننا يا شيخ، ده إحنا إخوات. والله غالب على أمري، فلنذهب للأخ سلومة لكن بشرطين. أنت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. أن ترافقينا يا ست أم سوكا، لأن موقعي ووضعي لا يسمحان أن أسير مع الأخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما غريش غير نوال. روحي مع نوال وتعالي مع نوال. ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحته لي. ها طيب والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام اديني سبخته لك اهو رجعتك بنت 18 سنه. ايه يا كوريا يا بنت يا بنت؟ هو الزمن بيرجع لورا يا ولي يا ولي؟ ده المثل بيقول ورنش البوصه تبقى عروس وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينور عليك يا كوريا خليتيني حلوة. إله شوفك زي ما أنا عايزة يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصة يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ أجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده أنا فلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني وأنتوا حد فيكم يقدر على أجرتي اللي أستحقها؟ على فكرة يا كوريا أنت بقى لسانك زي الفرقلة وأنت عارفة لو ما كانتش إيدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي. عايزه حاجه؟ لا شكرا يومك شبهي. اقعدي بالعافيه. ازيك يا كوري؟ ده انت زعلانه بجد بقى. طب بصي يا بنت الحلال انا مش عاوز حاجه منك المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوري وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي ما مسحت الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا العب لك في دماغي. انت عالي يا كوريا ما تنزليش نفسك لنوال. انا كده خلصت اللي عندي. سلام.
وعلى فكرة دي محقوقالي يا كوريا وبتجامد قوي كمان. سلام يا اسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Mahoney. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا ليه نوغه؟ انا اللي كنت سامع عياط. انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقره انت وهي. انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيب الوطي قال بأصرف معاه. لك انت بتعيطي ليه؟ ما انت قاعده بقالك حبه وجرحك نشف. ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا. كان يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجاه لواحده تانية، بقيت مش شايفه قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا اي حاجه. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني ويخوني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. انتي ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت اختي واكتر من اختي. انا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغاية دلوقتي عمرك ما هتقولي ان دي بنت الشغالة ودي بنت الناس اللي مشغلينها. انا اول واحدة جريت عليها اصلا قلت لها ان انا بحب مروان كانت نجوان. عايزاني انسى الزمن. هما رجالة كلهم كده اختي. صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي ابراهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه بقى بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال. شويه يسرق غسيل، شويه يثبت واحد. يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكته وقريته ملكه. انا اللي حوشت له، جبت له عربية الكبدة وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي فيه ده هيسلى ازاي؟ الدل النجس هيفضل نجس. انا مش حارقني الا ان هو بص لنواه. نواه كبداكي يعني تخن وتقلي بقيمتي؟ حرام عليك. ده انا فتحت عيني على الرجالة عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ الريحة المعفنة دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي. بس يلا قومي انت لسه قاعدة يا بنت الجزمة.